الاستثمار الحقيقي مش بجمع الفلوس عشان نعمل حساب بنكي لأولادنا، لا، الاستثمار الحقيقي هو تعليم وتدريب وتربية أولادنا صح وهم صغيرين. تعالوا معانا نبدأ حلقة جديدة من برنامج هنتعلم صح. معانا النهاردة تدريب عملي جديد اسمه الأرقام الحلزونية. ناس كتير هتسألنا إيه هي الفئات اللي ممكن من الأطفال إن إحنا نشتغل معاهم التدريب ده. طبعاً رقم واحد الأطفال اللي عندهم فرط حركة ونشاط زايد، وطبعاً الأطفال اللي عندها إعاقات ذهنية، بالذات أطفال الداون، وكمان أطفال التوحد البسيط، وكمان الأطفال ضعاف البصر اللي بيبقى عندهم بقايا بصرية ومحتاجين إن إحنا ننشطه. في مجموعة من الأهداف اللي البرنامج التدريبي بيقدر يحققها، من ضمنها رفع معدلات التناسق العضلي العصبي، ورفع معدلات التركيز والانتباه، والتآزر البصري الحركي. وعندنا مشكلة كبيرة جداً بتقابلنا كلنا مع أولادنا اللي هي الاندفاعية، وكمان الأطفال اللي عندهم مشاكل في التخطيط الحركي والاتزان وسرعة رد الفعل. التدريب ده هيساعدني بشكل كبير جداً في علاج كل المشاكل دي، وكمان هيساعدني في نقطة مهمة جداً، رفع معدلات التواصل البصري عند الأطفال. هنشوف مع بعض دلوقتي وصف التدريب. التدريب ده عبارة عن مجموعة من الأشكال، كل شكل ليه لون وكل لون عليه رقم. هنطبق مجموعة من التدريبات المتدرجة المستوى مع الأطفال ضيوفنا النهاردة في البرنامج. أول تدريب معانا النهاردة هنطبقه مع الطفل عمر، وهنطبقه معاكم بشكل عملي. لو هتلاحظوا دايما في كل تدريباتنا اللي هنعرضها لكم ببرنامج هنتعلم صح، هتكون تدريبات بسيطة متدرجة المستوى من السهل للصعب. هنبدأ أول تدريب مع عمر، هنطلب منه تدريب بسيط إن هو ينط على كل لون من الألوان دي أو على كل شكل من الأشكال دي ويقول الرقم مع صوت الصفارة. نبدأ دلوقتي، اتفضل يا عمر. مع كل صوت صفارة، لو احنا لاحظنا ان عمر بدأ عنده حركة، لو خدنا بالنا منها هي حركة الاستعداد، وده اللي احنا كنا بنقول عليه اللي هو تقليل الاندفاعية عند الأطفال. فيا عمر انت مش هتنط إلا مع كل سماع صوت صفارة وتقول الرقم بصوت عالي، وانت بتنط تنط جوه الشكل اللي قدامك. اتفقنا؟ جاهز؟ نعد 1 2 3 مع صوت الصفارة وهتنط وتقول الرقم. مهم جدا ان احنا نكرر للطفل التعليمات مرة واثنين وثلاثة بحيث ان هو يستوعبها بشكل كويس. مع صوت الصفارة هنبدأ نبص، وده هنا اللي احنا بنقول عليه ونأكد عليه التواصل البصري. التواصل البصري الطفل بيبص بعينيه دايما على الأشكال اللي موجودة، فده هيساعدني ان هو يرفع معدل التواصل البصري. هنبدأ 1 2 3 4 5 6 7. شكرا يا عمر، برافو عليك، اتفضل. مهم جدا ان احنا نعزز اطفالنا بعد كل تدريب ناجح. هنبدأ دلوقتي مع بعض التدريب الثاني. طلبنا في التدريب الأولاني إن هو يقول الرقم، المرة دي هيقول اللون. يلا يا عمر، مع سماع صوت الصفارة هتنط على كل شكل من الأشكال وتقول اللون مع صوت الصفارة. أحمر. أحمر. أخضر. أصفر. أزرق. بامبا. بامبا. أخضر. برافو يا عمر، بشكرك، شكرا جزيلا، تفضل. شكرا يا عمر. وزي ما شفنا في التدريب الثاني الطفل كان بينط على كل شكل من الأشكال ويقول لنا اللون. تعالوا مع بعض نشوف التدريب الثالث، وهيكون أصعب من التدريبات اللي فاتت. هنبدأ مع بعض دلوقتي التدريب الثالث، وزي ما لاحظنا إن كل ما بنخش على تدريب بنلاقي إن التدريب اللي بعده أصعب. هنشوف دلوقتي مع سلمى. أولاً بنرحب بيها، إزيك يا سلمى؟ الحمد لله. هنعمل مع بعض تدريب دلوقتي، تدريب بسيط برضه وسهل.
وعارف ان انت هتقدري ان انت تنفذيه بكل سهوله. هنيجي هنا في نفس المكان بتاعنا، وكل اول نطه هننط ونقول الرقم 1، تاني نطه هنقول اللون اخضر. اتفقنا؟ اتفقنا؟ مهم جدا ان احنا لما بنكون بنطبق تدريبات صعبه مهم ان احنا نشرحها للطفل ونكررها له اكتر من مره، ولو لقينا ان الطفل مش قادر يستوعب التدريب نحاول نكرره له باكتر من طريقه. هنبدا مع سلمى دلوقتي وبنكرر لها المطلوب منها، ان النطه الاولى بالرجلين هنقول ايه؟ هنقول الرقم. النطه الثانيه هنقول اللون مع صوت الصفاره. اتفقنا؟ يلا. 1 اخضر، 3 ازرق، 5 اخضر، 7. برافو يا سلمى. لو لاحظنا ان سلمى جت في رقم من ضمن الارقام اللي موجوده ووقفت ثانيه صغيره، ده اللي احنا بنهدفه من التدريب، ان احنا نرفع معدل سرعه رد الفعل عند الطفل. بنشكرك يا سلمى وهننفذ مع بعض التدريب الرابع. التدريب الرابع. التدريب الرابع هنطلب من الطفل ان هو ينط برجل واحده ويقول الرقم، وبرجلين ويقول اللون. وهنطبق مع الطفل دلوقتي بشكل عملي عشان يقدر ينفذ بنفس الطريقة. سلمى هنقف في مكاننا وهنبدأ ننط برجل واحدة ونقول الرقم 1، وبرجلين ونقول اللون أخضر. اتفقنا؟ يلا ابدأي. 1 أخضر. برافو. 3 أزرق، 5 أخضر، 7 بنفسجي، 9 أسود، 11 أخضر. برافو. 13 أزرق. شكرا يا سلمى. اتفضلي. لو لاحظنا إن سلمى أثناء نطها على الأشكال اللي موجودة كانت بتاخد جزء من الثواني على اساس تفكر يا ترى هتقول الرقم ولا هتقول اللون. بكده نكون خلصنا الاربع تدريبات اللي نفذناهم في حلقه النهارده. في انتظار ارائكم واستفساراتكم، وانتظرونا في حلقه جديده من برنامج هنتعلم صح.